رجعنا لكم بهيدي الفقرة. طبعاً أنا ورانيا رح نقدم لكم فقرة جداً جداً مميزة جميلة جداً أكيد. فعلاً لأنه كل سيدة وكل رجل بيحب العطور، يعني لازم تتابعونا في الفقرة دي، لأن احنا بنقدم من ماركة لقت نجاح كبير جداً في سيتشرز تي في، وهي ماركة أصغر علي، ماركة إماراتية مشهورة جداً. صاحبها وأصغر علي وكان ابتداها أو أسس الشركة دي من 20 سنة. مش بس كده، كمان يعني هو وصى ابنه وحفزه إن هو ينجح الشركة ويخلي باله من الماركة دي، وبالفعل سمع النصيحة مظبوط، وإن هو قدم مجهود كبير جدا لدرجة إنه أصغر علي أصبحت ماركة مشهورة صح. جدا محليا وعالميا، لأن هي وصلت إن هي حققت نجاحات كبيرة حتى في جنوب آسيا، في الشرق الأوسط، بالإضافة كمان لأمريكا وأوروبا، أكتر من 100 ريتيل أو 100 محل، وحتى كمان فروع كتيرة جدا حوالين العالم بتقدم مجموعة أو بتوزع مجموعة أصغر علي كل العطور المختلفة. ففعلا إحنا بنتكلم عن ماركة قوية جدا، ريحة أكتر من رائعة. صح، وهيدا طبعا لازم نخبر كل اللي عم يتابعونا أن هيدا بفضل خبرتهم في مجال اختيار المكونات اللي بيحطوها بعطور رانيا، يعني بيكونوا أكدين 100% وعندهم تكنولوجي أو تقنية خاصة فيهم، هم إنهم بياخدوا خلاصة الزيوت من المكونات وبيستخدموا أنقى المكونات بالعالم، وهم عندهم خبرة كثير كبيرة بكل أنواع العطور، سواء كان دهن العود، العنبر، شو اسمه، العطور المختلفة، الزيوت العطرية، كل هيدي الأشياء هم عندهم خبرة فيهم في هذه الأمور 100%. وأكيد اليوم رح نعرفهم على مجموعتين ولا أحلى. طبعا مجموعات كتير مميزة بنقدم لكم. طبعا المجموعة الأولى وهي رنين سبراي بحجم 100 ملي، بالإضافة كمان للمجموعة الثانية اللي احنا بنتكلم عنها وهي فنون الفريجرنس الجميل الرائع، وهو الزيت اللي فيه زيت مركز جدا، وكمان بتحصلوا على الجيفت سات وهي رقمها 672040، أو كمان تقدروا تحصلوا على الكومبو اللي هو رنين وفنون مع بعض، رقم المنتج هو 672042. يعني مجموعة أكتر من رائعة بنقدمها النهاردة بسعر مميز جدا، $94. تخيل يعني قد إيه إن إحنا نقدر نحصل على مجموعة كبيرة صح. بالشكل ده. هلا أنا كتير كتير متشوقة إن أنا أكشف شوفي أكشف الغطاء عن هيدا العطر السحري اللي عن جد مكوناته كتير كتير حلو، رح نحكي عنه بالتفصيل. أنا ما بقلك قديش يعني بقدر أصغر علي، لأنهم بيهتموا بالتفاصيل تبع العطور تبعهم من الألف إلى الياء. العطر اللي نحن رح نتكلم عنه هلا هو رنين، رقم المنتج له 672035، هو بسعة 100 ملي. هيدا العطر هو عطر شرقي 100%. بيتميز هيدا العطر رانيا أنه فيه تركيبة ورود وزهور هور، بيحس يعني بتحسي انه بمجرد ما تحطيه ريحته فواحه، انت بس حطي العطر وذاتس ات، امشي، واذا ما في حدا زي ما قلت لك بنرش العطر فين؟ إيه لا هقلك بس لا 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 لا, لا ما تسمعوا كلام رانيا، خليكم مثل ميفا. انا ما بقول لك قديش عن جد شوفي قديش ريحته، ريحه جميله. يعني فعلا اكتر حاجه بتعجبني في مجموعات اصغر علي كلها العطور اللي احنا قدمناها في سيتشرز تي في ان هي بتكون مميزه، الريحه بتاعتها بتكون مركزه، بيهتموا جدا بالتفاصيل وبالباكجينج الحلو اللي احنا شايفينه قد ايه بيعكس اصاله التاريخ العربي الاصيل، كمان بنشوف انه فعلا الريحه بتاعتها كمان بتثبت معانا لفتره طويله، معموله من كل المركبات الطبيعيه صح. الاخشاب والروائح الحلوه اللي كلنا بنحبها وكلنا بنهتم صح. بيها. خليني اخبرك بما انك انت حكيتي نقطة كتير مهمة كمان، انه هو لانه مصنوع 100% من مكونات طبيعية فما بيأذي البشرة الحساسة، وفينا كمان مش مثل العطور التانية، هذا العطر يس فيكم تحطوه على الشعر. بس بدأت اغير على فكرة، انا حبيت الريحة عايزة احط شوية. لا بقول لك ليش، لانه عن جد بدي احكي عن شغلة كتير حلوة. هلا بدي احكي معكم عن الباكجينج تبع هذا العطر رانيا. لو نشوف هون هذا الباكجينج، التغليف تبعه بمجرد ما تشتروه بيجيكم بهيدا الشكل، شوفوا معنا تحفة فنية، انه حتى بحاجه ان انتم مثلا تغلفوه اذا تاخذوه هديه. شوفي يعني فكره هديه حلوه قوي طبعا. اوكي، وهون كمان رح نشوف انه في تفاصيل كثير دقيقه بيهتموا فيها، مثل ما بنشوف بكل عطور اصغر علي رح نلاقي انه هون في كثير تفاصيل دقيقه اوكي مشغوله على الشكل الخارجي من الزجاج، وشايفين كمان نفس التفاصيل موجوده على الغطاء من فوق،
تحفه فنيه، حتى لو خلص العطر بتقولي حرام اكب القنينة. صح بالظبط، انا والله لو خلص العطر بجيب عطر تاني من عندي بفضيه جوه الازازه وبستخدمها، لانه حتى كمان لو انت مثلا قدام اصحابك بتستخدمي عطر زي ده وبترشيه، نفسها هي الازازه نفسها يعني بتدي فاليو عالي، بتدي قيمه صح عاليه. بتحسي ان هو فعلا عطر يعني سعره استحاله يكون مثلا 67 دولار، استحاله. انت بتعرفي انا من محبي العطور الشرقيه والعطور العربيه، كثير العطور العربيه يا جماعه غاليه، يعني دايما واحيانا كثير بتكون اغلى من العطور الفرنسيه. الاسعار اللي احنا مقدمينها واللي بتميز فيها ازهر عالي مقارنه بالكواليتي ولا شيء صراحه، طبعا مقارنه بالمكونات كمان ولا شيء، لانه عن جد مكونات كتير كتير غنيه. رح نشوفها مع بعض هلا، رح نستعرض بشكل سريع كميه المكونات اللي هي موجوده بداخل هيدا العطر. عنا برغموت، الفواكه باللون الاحمر يعني التوت، التوت فراوله، عنا الاناناس، نبات مسك الروم، خشب الارز، عشب البتشول، العنبر، الفانيلا. رح نشوف كل هذه المكونات هي اللي بتعطينا عطر فواح. أنا عرفت ما بتمشي بالمول، ما بتمشي بالمول الا لما يكون حدا وقفك قال لك انت شو العطر اللي انت حطاه. انا عرفت ليه حبيتها، انت شو المكون عاشقه حبيت للفانيلا. اوكي، لا يعني هو في فانيلا تركيز قوي بالفانيلا، علشان كده انا حبيت الريحه على طول. دايما بحب الروائح اللي هي بتكون فيها الصيف، فيها تكون فريش، واللي هي قليل ما بتكون ثابته. هون عندنا العكس، هون انه فيها هيدي الرائحه وثابته بنفس الوقت. فعلا ثابته، علشان كده لكل سيده حابه ان هي تحصل على طبعا عطر فنول، عطر رنين اللي احنا بنقدمه سبراي وحجمه 100 ملي، رقم المنتج 672035. شايفين انه الباكجينج قد ايه رائع، مركبات غنيه جدا، استحاله ان احنا نلاقيها بالسعر ده 67 دولار. كل المركبات الغنيه الغاليه لازم تكون بسعر اغلى من كده بكتير، حتى لو بنشتريها من افخم دور العطور الفرنسيه او غيرها من الماركات العالميه. انا كتير ها. انت كتير ها؟ أنا لا ده انا كتير ها. لا انا ده عندي. لو سمحتي يعني ها، انا بحب الابتكار على فكره في الباكجينج، التغليف اكتر من رائع. التغليف جدا جدا حلو. انتوا تخيلوا فيكم تعطوا هيدا البوكس هديه، اوكي، قديش انه بتحسوا انه هيدا. طبعا خلينا بالبدايه نخبرهم انه شو هيدا رانيا. نحن هلا عم نعرفكم على مجموعه فنون، هيدي المجموعه هي عباره عن مجموعه 3 زيوت عطريه مقدمه لكم من اصغر علي. الباكجينج تبعه اللي برا جاي هيك مثل الصندوق، اللي على فكره هيدا بيمثل الصندوق اللي بتحط فيه العروسه ثيابها واغراضها لما تروح بيت زوجها. حتى كمان الشكل أوكي. نفسه اللي هو على شكل الخنجر المرصع، طبعا تصميم مقتبس من العصر العثماني الجميل. صح. بكل حتى التفاصيل بتاعته اللي هي الكريستالات اللي موجوده، الالوان نفسها، اللون الذهبي او حتى اللون البرونزي واللون الازرق، يعني فعلا التغليف بتاعه جميل جدا. وحتى كمان لو بنتكلم على الهديه اللي موجوده في الداخل، هي عباره عن زيت مركز، برضو في تفاصيل كثيره وفي مركبات طبيعيه بنسبه 100%، بمجرد بس ما احنا بنحط بالشكل ده فبنشوف انه نقطة واحدة هتفضل ثابتة معانا لوقت طويل، لانه كل الروائح اللي بيركزوا عليها طبعا مجموعة اصغر علي بتكون مركبات طبيعية، بتكون مركزة بنسبة 100%. شايفين انه الزيت بيتفرد على البشرة بمنتهى السهولة، وكمان زي ما قلتي مركبات طبيعية، يعني امنة جدا. الله على الريحة. شميني ريحة جميلة. وعلى فكرة خليني اخبرك شغلة، انا يمكن من الاشياء اللي دايما بعرفها واو. عن الشباب بالخليج انه هم دايما هم بيتجنبوا يشلوا اياهم العطور، يخافوا انهم مثلا يطيح، يتخرب الكندوره، يتخرب الثوب. هاي مستحيل تحطونها في الكندوره وقت اي وقت تبون، مع انها رجاليه، بس انا ما عندي مانع ابدا. انا كثير بحب الزيوت الطبيعيه لانها كمان 100% مصنوعه من المكونات الطبيعيه، وعلى فكره يعني ممكن تنحط كمان على الشعر لانه ابدا ما بتسبب حساسيه. مكوناتها جدا جدا حلوه هيدي. طبعا كل واحد من هذه السيوف خلينا نقول في محتويات فريدة من نوعها، كلها مكونات طبيعية 100%. هلا مع بعض رح نستعرض المكونات، قديش هذه المكونات غنية. رح نبلش مع بعض بالنحاسي، السيف النحاسي، بس بمجرد ما نرش العطر رح نشم ريحة عطور، ريحة فريش من بعد الزهور وخشب المسك. أما بالنسبة للخنجر الفضي بنشم مجموعة من الليمون، أخشاب عطرية، العنبر،
العنبر، اما بالنسبه للذهبي بنحس مجموعه ما بين الزهور الشرقيه والغير شرقيه وخشب العنبر. هيدي هي مكونات الثلاث خناجر او ثلاث زيوت اللي احنا حلوه جدا بجد. وفي السياره، في السياره تخيلي حين مثلا واحد يسوق سيارته وحطها مثلا العطر قدامه او يعني تحت ايده، اي وقت يبي مثلا يتعطر يطلعه يقدر يحط الزيت، خاصة مثلا بعد التدخين على طول هتضيع الريحة تماما وهتخلي ريحة الجسم حبيت. حلوة دايما. وبرضو زي ما قلت ومركز مرة تانية على النقطة دي، ان كل الروائح اللي احنا بنقدمها من اصغر عالي بتكون مركزة مركبات طبيعية بنسبة 100% بتثبت معاكو لفترة طويلة جدا، تثبت معاكو على مدار اليوم. كمان بنشوف انه فعلا تصاميم والباكجينج بتاعتها حلوة جدا. هنا كمان هنشوف مع بعض احنا المكونات او المجموعة اللي احنا قدمناها لكم النهاردة. عندنا رانين سبراي، رقم المنتج هو 672035، كمان حجمه 100 ملي. والجيفت سات اللي احنا بنقدمها يعني شوفي شوفي قد ايه حتى فنية. مع الدخون مع البخور شكلها جميل، الباكجينج رائع اكتر من رائع. كمان المجموعه اللي احنا بنقدمها الثانيه وهي فنون، ودي الجيفت سات اللي بتحتوي على ثلاث عطور مختلفه في شكل السيوف بثلاث الوان، رقم المنتج 672040. او لو حابين تحصلوا على المجموعه كلها كامله فنون مع رنين، رقم المنتج 672042 بسعر $94. يعني بصراحة سعر تنافسي جدا، يعني ما حدش يقدر ينافس. ما تضيعوا الفرصة، عن جد عن جد ما تضيعوا الفرصة، لأنه أنا بعرف إن إحنا على التي في، بعرف إنه صعب تشتروا عطر على التي في، بس نحن بنعطيكم 100% جرانتي مني أنا ورانيا، لأن كثير بنحب العطور، إنه عن جد راح تعجب وهتكون يعني عطركم المفضل. المجموعة اللي نحن مقدمينها لكم اليوم من أصغر عالي. لو هم بيكون خلص وقت هذه الفقرة، أنا شوي لو سمحتي تفضلي أهو بنتواصل معكم بعد البريك. يلا نتواصل معكم بعد البريك. بحب أفكركم مرة تانية لكل حابين هم يحصلوا على أي من منتجات سيترس تي في، تقدروا تحصلوا عليها بمنتهى السهولة من خلال موقعنا الإلكتروني citrustv.com، أو حتى كمان على مواقع التواصل الاجتماعية انستغرام تويتر وفيسبوك. كمان موظفي خدمة العملاء متوفرين لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع عشان يردوا على أي استفساراتكم وأي أسئلة.